أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الصين دعت أيضا إلى اجتماع مجلس الأمن بخصوص التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى وعلى صعيد تبادل إطلاق النار ما بين غزة وإسرائيل. الصين لأول مرة ونتيجة التقارب الصيني السعودي، فإن العرب اليوم لم يكن ممثلهم الإمارات العربية المتحدة هو الذي قاد العملية إلى جانب جامعة الدول العربية، وإنما أيضا الصين. وكثف نتنياهو اتصالاته مباشرة مع ماكرون وهو يحل على بيكين ضيفا من أجل محاولة دفع الصين إلى عدم وضع إسرائيل في دائرة الاستهداف على حد ما قال المصدر. لهذا فإن هناك اتصالات مكثفة جرت على الأقل مرتين بين الرئيس ماكرون وما بين نظيره الإسرائيلي بخصوص السعي الصيني إلى إدانة إسرائيل، خصوصا بالنسبة لأماكن التعبد وحماياتها. في هذه الظرفية على وجه التحديد وجدنا أن هناك ورقة في الموضوع بالنسبة لزيارة الرئيس ماكرون تدعو الأوروبيين إلى المزيد من الاستقلالية الاستراتيجية الآن، لأن هذا هو خلاصهم، وأن التورط في حرب شاملة أو حرب كونية جديدة أو حرب عالمية هي في الأساس أوروبية سيعني دفع مرة أخرى ثمنا باهظا لنظام عالمي لا يجب الانتقال إليه من خلال حروب بمثل ما كان عليه الحال في الحربين الكونية الأولى والثانية. بالنسبة لقرار الصين فقد جاءت أيضا في ورقة هامة للغاية عندما دعا الصينيون الرئيس الفرنسي إلى ما سموه بالاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، وأن الجهود الصينية يمكن أن تكون إلى جانب الأوروبية للتوصل إلى حل وإلى منظومة جديدة لأمن أوروبا تخدم في المقام الأول شعوبها وأيضا المنطقة الأوراسية والشعب الروسي، لأن الشعب الروسي جزء لا يتجزأ من أمن هذه القارة، وأن هذا يجب أن يتواصل ليس من داخل النيتو الآن فقط، وإنما من خلال ميكانيزم اقتصادي على وجه التحديد. ورأت الصين أن تدفع فاتورة نورستريم مرة أخرى، وأن على ألمانيا أن تدعو إلى استعادة المبادرة بخصوص نورستريم وأيضا صيانته، وكل هذا ستساهم فيه الصين انطلاقا من قرار ألماني هذه المرة، وكل هذا من أجل دعم المبادرة الصينية التي يحاول جهد الإمكان الصينيون جر الصف الأوروبي إلى جانبهم في هذه المرحلة الشديدة الحساسية. إذن ماكرون يريد أن يستغل هذا الظرف في ألا يكون إلى جانب العربي في هذه المرة وخارج الديغولية المعهودة، وإنما هو اليوم يخدم إسرائيل بعدم الدخول إلى عصر الصين مع إدانات يراها على الأقل الفرنسي بأنها ثمرة حقيقية لهذا التواصل السعودي الصيني، وأن السعودية اليوم والمبادرة العربية مدعومة استراتيجيا من خلال الصين. وأول ما يظهر على الصورة الآن أن الصين تدعو إلى هذا الاجتماع، إلى اجتماع صحيح أنه مغلق، صحيح أنه سري، صحيح أنه من وراء الأبواب المغلقة، ولكن في نفس الآن فإن الصين داعمة للإمارات العربية المتحدة كممثلة للعرب في هذه الخطوة، هذه الخطوة الأساسية التي يراها على الأقل الصيني، لأنها دعم مباشر للحق الفلسطيني من جهة، وأهم من كل هذا للمبادرة تحت ميثاق الأمم المتحدة والتزاما بالقانون الدولي وبرفض احتلال أراضي 1967، وهذا كله سيدفع بالنسبة للحقبة
الصينية إلى الدفاع عن الشرعية الدولية وعلى ميثاق الأمم المتحدة، وهذا هو التطور الاستثنائي والضروري. ليس الأمر أبدا أن يكون في استثناء إسرائيلي في هذا النظام. لذلك فالصين اليوم أخذت خطوة رئيسة من أجل دعم مباشر لصالح المملكة العربية السعودية. لم يظهر حاليا أي موقف لسوريا أمام الضغوط الجارفة الإسرائيلية قبل أيام في سوريا وفي هذه المنطقة على وجه التحديد، ولا يريد الروس أن تفسر على أساس أنها رد فعل وربط الملفين. فالروس لا يريدون بأي حال الآن ربط الملفين السوري من جهة والفلسطيني بالقدس وغزة من جهة ثانية، فيما سنرى أن هذا الصمت صمت أيضا في أغلب العواصم، لنجد أن هناك استثناء متقدما قاده أيضا أردوغان وباسم الأمة التركية. رأى أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر عندما دخلت إلى أماكن عبادة، فالأمر لا يحتاج إلى أي تبرير وتحت أي نوع، وأن هناك ألعاب نارية أو عدم ألعاب نارية أو حجارة أو غيرها. كل هذا حتى حجارة التيمم أصبح فيها مشكل، وهي جزء من العبادات الإسلامية بالنسبة للمعتكفين. إذن أمامنا صعوبة في قبول ما سمي بالتبريرات الواهية لإسرائيل في هذه المرحلة بعد فقدان الصين، وأيضا بالنسبة لفرنسا وضغوطها التي لم تجد مبررا أيضا. وأهم من كل هذا فإن الأوروبيين ونتيجة الموقف العربي الأقرب إلى روسيا، فإن الأوروبيين حاولوا التخلي جزئيا عن مواقفهم تجاه القانون الدولي وموقفهم تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ملحوظ بعد الذي حدث ونتيجة ما رأيناه من ردود فعل لم تكن مستغربة نتيجة التطورات في المواقف. على أي اليوم هناك اعتماد مباشر على الصين في هذه الترتيبات الجديدة، والتي يمكن من خلالها أن تأخذ الصين مكان الاتحاد الأوروبي في قضية القدس. كذلك الشأن بالنسبة لتركيا الآن ومن داخل الناتو، ومثل هذا الانتقاد الذي قال فيه أردوغان يجب القطع مع أمرين اثنين بشكل قاطع على حد تعبيره، ما بين اقتحام الأقصى المكانة الروحية والتاريخية أو التاريخية والروحية للقدس من جهة، وللأقصى وأيضا لحياة الفلسطينيين. لذلك فيجب التعامل مع هذين الموضوعين بشكل حاسم، ولا يمكن تبرير أي كان لإسرائيل ولمنطقة بهذين الاعتبارين، لأن الأمر يتعلق بحق الحياة. وثانيا أن مسألة الأقصى خط أحمر معلوم، لذلك وإن كل شيء قابل لنقاشه، ولكن أمام حياة الفلسطيني وأمام الأقصى في مكانته التاريخية والدينية الروحية للمسلمين فهذا أمر لا يجب نقاشه. على أي حال فإنه اليوم ونتيجة الخرق الفادح للقانون الدولي ولكل الأخلاق وللتعاطي مع أماكن عبادة ونتيجة شهر روحي، ولأن اليهود اليوم يعيشون عيد فصحهم ودائما ما يرغبون في ألا يكون المعتكف في مقابل هذا المتدين المتطرف الذي أراد أن يعيد طقوسا هي إلى الآن غير تاريخية وغير واقعية، ولا تمثل ساتيكو في شيء، ولا تمثل أيضا السلام والأمن. كذلك بالنسبة للوضع الحالي، الوضع الحالي الشرعي والقانوني للشرعة الأممية لما بعد 1945، كل هذا ينسب الإسرائيلي الآن بإعطاء شرعية أخرى وتداول آخر في منطقة تعد رمادية على الأقل حسب ماكرون، لأن التعامل مع ذاكرة تاريخية أو مع
رؤية تاريخية، هذا من غير الممكن أن يكون هو محدد طبيعي وحاسم للحق في أن تكون هذه الأرض لهذا الشعب أو ذاك. لهذا فإن نقل هذه العبارة التي رفضها الصيني وأكد أن الشرعية هي شرعية ميثاق الأمم المتحدة، وأن شرعية الأمم المتحدة حسمت بأن القدس الشرقية هي محتلة ويجب رفع هذا الاحتلال كجزء لا يتجزأ من الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وهذا منطق الصيني الداعم للمبادرة العربية السعودية على وجه دقيق. ولهذا فإن الموقف الصيني ومن ثم أيضا الموقف التركي غير جزئيا التهجم الإسرائيلي الذي يلاحظ الجميع كأن بنيامين نتنياهو يريد خفض التصعيد، فكأن التصعيد هو قرار لوزيره وزير الأمن القومي بن غفير، فكأنه يحمله المسؤولية بشكل مباشر في التصريحات وفي كامل الدبلوماسية اليوم. ولهذا فإن إمكانية عزله كما عزل أساسا وزير الدفاع هذا يعتبر خيارا بالنسبة للأمريكيين في هذه المرحلة، ونتيجة الضغوط الجارية فإن هناك احتمال واضح لنتنياهو بأنه يمكن أن يتجاوز بن غفير في وزارة الأمن القومي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.